C'était par rapport à la prime de résultat. اللي كنا نشوفوا باللي كانت يعني إجحاف و ما نقولش حكرامي، لكن المسؤولين ما نقدروش نفهموا كيف عالم واحد يطلع وعالم الجزائري ناشد واحد يطلع يسمع وهذا رياضي ويعني من ذوي احتياجات خاصة ويعني بالنسبة لنا ما نقولش معوق لكن رياضي. لكن مؤخرا قرار سيد رئيس الجمهورية اللي خداه ماتر من بيي ديغاليتي لا بريم دي ريزولتا تاع الاوندي سبور مع الاسوية، ديجا كان حافز كبير لينا وكل الرياضيين باش يمدلوا مجهود اكبر. دونك الحمد لله يعني دولتنا قوية وقدرت يعني ترافقنا في هذه الفترة وهذا فخر لينا، وحنا يعني ربما هذه المرافقات خلت الرياضيين تاعنا وربما بعض الرياضيين الاخرين يتوجهوا لممارسة الرياضة. لانه قبل كل شيء ناكد لكم بوغنو لو سبور قبل ما نهضروا على المستوى العالي بالنسبة لي هي وسيلة من وسائل الإدماج، هي وسيلة، هو جو السفر باش ينتقل معوق من حياة تاع غبن إلى حياة الرفاهية. دونك هذه لازم نحافظوا عليها. الحمد لله يعني راكم تشوفوا نو شامبيون اللي بالك ربما رياضي من أسوية ناظر في شحال ما لحقش واش راه لحق، يعني ديجا راه اون بيرسوناليتي راه يمثل الدولة في كل محافل يعني الرياضية، راه إلي انفيتي دون دي كرون بلاطو، الإعلامي يسقسي عليه. دونك هذا بفضل ماذا؟ بفضل الرياضة، وإن شاء الله تبقى الرياضة دائما وسيلة باش نحافظوا عليها. فيما يخص لي ريكومبونس اللي استفادوا بها الأسوية هذه مؤخرا، حنا ما يخفاش عليكم ما نقدموا حتى شيء حتى يستقبل الوفد تاعنا من طرف رئيس الجمهورية. حنا جوست ابقي ان شاء الله فيه وعود، فيه ناس اللي حاوسوا ينظموا يعني يكافئوا الرياضيين تاعنا. دونك ان شاء الله من بعد نمدوا القائمة الرسمية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.